كوكو عاد الى حافظي لسمويتيز، طلب الكره، خذ الكره لسمويتيز، ثلاثه ديال اللاعبين، هذه محاوله حمزه برزوق، راح دير عقل، هذه محاوله، هدف هدف لفائده فريق الرجاء والمسجل الكونغولي لسمويتيز، هدف لفائدة فريق الرجاء البيضاوي والمسجل الكونغولي ليس مويتيس بعد عمل جيد لفائدة فريق الرجاء البيضاوي اللي كيتمكن من تسجيل الهدف. كان انفراد ديال صلاح الدين عقال امام الحارس انس الزنيتي واللي كيمرر بدوره في اتجاه ليس مويتيس. هنا كنتابعوا الاعادة، صعود ديال صلاح الدين عقال والتمريرة من حمزة برزوق. صلاح الدين عقال لاحظوا خروج خاطئ وتسديدة ديال ليس مويتيس، يعني لاحظوا مرة أخرى تمريرة في اتجاه صلاح الدين عقال. كان هناك فراغ على مستوى الدفاع ديال فريق الجيش الملكي وليس مويتيس. أيوب الخالقي كيلعب الكرة مع عبد الرحيم شاكير، أيوب الخالقي بإمكانه يرفع الكرة، كيرفع رأسية، هذه محاولة والهدف، هدف يوسف أنور، هدف يوسف انوار كيتمكن من تسجيل الهدف. كانت محاولة خطيرة لفائدة الجيش الملكي، لاحظوا فرحة كبيرة ديال رشيد الطوسي بهذا الهدف اللي كيجي في حدود الدقيقة 51 بواسطة يوسف انوار. يعني في جوج ديال المناسبات كيسدد يوسف انوار تدخل ديال هشام علوش، ومرة أخرى كيوضع الكرة في الشباك. كنتابعوا الإعادة، أيوب الخالقي كيمرر رأسية ديال عبد السلام بن جلول، كتجي أمام يوسف أنوار كيسدد مرة أخرى بالرجل اليسرى، كيوضع الكرة في شباك الحارس هشام علوش، وبالتالي هدف التعادل لفائدة فريق الجيش الملكي. من زاوية أخرى كنتابعوا الإعادة ديال هذا الهدف، لاحظوا يوسف أنوار حرا طليقا كيسدد في جوج ديال المناسبات، وبالتالي كيتمكن الكرة. كنعتقد عادل الكروشي هو اللي يمكن غادي يسدد، عادل الكروشي كيسدد، هدف جميل ديال عادل الكروشي، هدف جميل ديال فريق الرجاء البيضاوي، هدف ثاني للرجاء البيضاوي بواسطة عادل الكروشي. يعني كيوضع الكرة في الزاوية اليسرى للحارس انس الزنيتي، وبالتالي هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. قلت بانه يعني يمكن تكون نقطة تحول ديال المباراة طرد ديال سمير الزكرومي، لاحظوا الطريقة الجميلة باش لعب الكرة وباش سجل اللاعب عادل كروشي اللي كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. من زاوية أخرى يعني هدف جميل، كنا يعني نعتبروه كذلك من اجمل الاهداف اكيد، الى جانب الهدف اللي سجل زكريا حدرا في مرمى فريق المغرب التطواني، وهذوما الاهداف. تمريره خاطئه كانت في اتجاه اللاعب زكريا الهاشمي بسرعه، عبد السلام بن جلول، عبد السلام بن جلول، عبد السلام بن جلول، عبد السلام بن جلول كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني وهدف التعادل. عبد السلام بن جلول كيستغل فراغ كبير على مستوى الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي، وبالتالي تسجيل الهدف الثاني لفائدة فريق الجيش الملكي. إذن لاحظوا حتى ردة فعل ديال عبد الحق بن شيخة، يعني لأنه الطريقة باش تسجل الهدف يمكن نقول بأنه فراغ كبير على مستوى الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي، كيستغلوا صاحب التجربة الكبيرة عبد السلام بن جلول. لاحظوا مرة أخرى يعني التمريرة، عبد السلام بن جلول مشعل لوحده، كان جانبه محمد الحاج هشام علوش كيخرج، وبالتالي اختيار الجهه اليسرى، هدف ثاني لفائده فريق الجيش الملكي بواسطه عبد السلام بن جلول. هدف كيرد به على هدف عادل كروشي. فرحة عبور للدور الربع النهائي، كرة في وسط الميدان، هذه المحاولة بواسطة المهدي بن رحمة، المهدي بن رحمة كيمرر في اتجاه عبد الرحيم شاكير، دوره كيمرر في اتجاه يوسف أنوار، يوسف أنوار كيحاول يدخل داخل مربع العمليات، يوسف أنوار شنو غادي يعمل يوسف أنوار؟ كيعتمد على التقنية ديال يوسف أنوار والقائم عبد الرحيم شاكير، والهدف، هدف لفائدة فريق الجيش الملكي بواسطة عبد الرحيم الشاكير. إذن عبد الرحيم الشاكير يسجل الهدف الثالث لفائدة فريق الجيش الملكي. عبد الرحيم الشاكير يتمكن من تسجيل الهدف الثالث
وقد يكون هدف العبور للدور الربع النهائي. 3-2 للجيش الملكي. لاحظوا العمل الكبير اللي قام به يوسف انور. يوسف انور كيحاول انه يراوغ يسدد. لاحظوا انه القائم الايسر هو اللي نبع الحارس هشام علوش. القادمون من الخلف عبد الرحيم الشاكير العميد يضع الكره في الشباك ويمنع هدف الان الهدف الثالث وهدف التقدم للجيش الملكي. 3-2. لاحظوا تسديده ارضيه يعني والفرحه بالطريقه الخاصه ديال اللاعبين ديال الجيش الملكي اكيد بالطريقه العسكريه. فرحه كانت كبيره ديال عبد الرحيم الشاكير وللاعبي فريق